2-1 عندما قلب منتخب بوليفيا تأخره بهدف إلى فوز لحد الآن بهدفين. مرور من عطال، عطال بقى هنا فرصة للمنتخب الجزائري، بقى هنا عطال. كنت أعتقد أنها كرة ميتة ولكن استرجعت من المنتخب الجزائري من مونسيف بقرار ومرر على ياسين بنزي البديل، يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب الجزائري. لحسن حظنا الخضر عدلوا النتيجة بهذا التوقيت بهذا الشكل. شوف مونسيف بقرار أم محمد الأمين عمورة، طبعا محمد الأمين عمورة الكرة الأولى جاءت من مونسيف بقرار، طبعا هو من كان وراء الكرة الماضية بتمريرة حاسمة لياسين بيتزيا أمام شباك فارغة. لوحده ياسين بلمسة ياسين، وقبلها بلمسة مونسيف بقرار وبتمريرة وبأسيست يعدل النتيجة المنتخب الوطني الجزائري. ثاني أهداف ياسين بنزيا لاعبو كاراباخ الأدربي في شأن السرعة.